كنت عندي مرض السرطان عندي في الثدي كرات هنا وتحت ديال تحت الكتف. المحسنين مره كان مكلم وحل ما كنلقاش من يشعاون معايا صعيبه ما نقدرش نوصفها لك. اكثريه في البرد كيكون الشتاء كتكون بزاف ديال الحالات كنخرج على برا غسل المعان تنصيبش فين رايح معاناة صعيبة ما نقدرش نوصفها لك. دابا انا عايشين 5 ديال الناس في البيت والحالة يعني ما كنقدروش ما كندناش فين ندورو ما عندناش فين. بغيت نطيب كنطيب غير في البيت كنخاف على تشعل فيا العافية في الدراري. وصراحة معدبة الا خرجت برا كانت الشتاء ما كنقدرش كتكون كيكون الماء كيكون بزاف الا خرجنا ما نقدرش من غسل المواعن ما كنقدروش نريحو. بغينا نشرب من السماء كتكون الشتاء ما كنقدروش نريحو صراحة معذبين. والكابينات هي ما كايناش ما كنصيبوش في الريح وكنهبطوا على الدار التحتانية معذبين. خالتي هي اللي عطاني هذا البيت فين ساكنة استقر فيه. ولكن رغم ذلك كاين صعوبات الانسان معذب. ومن ناحية الدواء غالي غير الدواء ب 13000 ريال تحليله ب 14 بزاف ديال المعاناة. تعاونوا معايا نسعية وتعاون معايا الدكتور فالق الله يرحم الوالدين ولكن هو اللي كان معاون معايا من البداية ولكن رغم ذلك قال لك احنا ما قدرناش نبقاو حيت بزاف ديال الناس كاين. خايفة بصراحة المرض راه كيتعالج ماشي ما كيتعالج ولكن الانسان راه خاص مصاريف كثيرة مصاريف كثيرة. شي ما كيدير 120000 ريال بزاف ديال المعاناة. تعاطفوا معايا كل الحالة راه ضعيفة معنويا غيتعاطفوا معايا ولكن ماديا راه ما عندهم ما يديروا ليا صراحة. ما كاينش البديل حتى البديل ما كاينش غادي يعانيوا معايا وغيصبروا وما عندهم فما يديروا غيخرجوا الزنقة. انا صراحه لما ولاد البيت ولا يخرجوا الزنقه صراحه هي مساكن تعاني ولكن راه خصنا نصبروا تيجي الفرج مع الله سبحانه وتعالى. نطلبوا من المحسنين اللي كانوا كيشوفونا يتعاونوا معنا مع هذه الحاله وكنعيش تهميش كرفصه بزاف. والامنيه ديالي انني نعيش بحال الناس تكون عندي طواليه تكون عندي انا كوزينه نعيش تكون الكماليه على الاقل ما عنديش كنعيش بحال الناس. بزاف ديال الحاجات ناقصيني ولكن اش غندير. سيدنا اللي كان كيشوفني يتعاون معايا يشوف من حالتي راه مكرفسه 5 ديال الناس راه عايشين في بيته واحد راه صعيبه. كيف ديروا تنسوا بحالكوا وكل واحد منكوا واحد منكوا صافي كنتاتفو صافي مكرفسين. محسنين كي بغيتهم باش يشوفوا هاد الحاله اللي شافوها راه مرض نفساني عندي مرض نفساني والمرض ديال السرطان بزاف ديال الدواء بزاف. راجل خدام مع واحد الخدمه قليله راه خاصو نطلب من المحسنين اللي شافوني يتساعدوا معايا ويتعاطفوا مع هاد الحاله لان حاله راه ماشي كالباقي راه حاله خاصه هادي صراحه. انا حاله خاصه ماشي بحال الاخرين. قدر الاخرين يكون عندهم بزاف ديال قدر من يعاونوا ما مسش هادي بزاف جوج امراض راه بزاف والامكانيات والفلوس ما كاينينش فلوس اكثر يد الدول المرض الاخر ديال السرطان راه خاص الفلوس بزاف.